Our hearts beat to the city street. أهلا بكم وفيديو جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. إيدا بيد هكذا كان ظهور أفرا سراش أول وأمير رمضان ديمير اليوم في الكواليس من خلال صور وفيديوهات تم التقاطها اليوم من الكواليس، والتي ظهر فيها أمير رمضان ديمير وهو يمسك يد أفرا، وصورة أخرى لميرت وهو يحتضن أفرا ليتأكد للجميع أن الثنائي قد تصالح بالفعل. هذه الصورة أثرت حالة من السعادة والبهجة بين جمهور ومتابعي الطائرة رفراف الذين تمنوا أن تكون هذه الصور واللقطات من أحداث المسلسل، وأن يتصالح فريد وسيران أيضا بعد أن عاش الجمهور خيبة أمل كبيرة مع نهاية الحلقة 75 والتي انتهت بزواج سيران وسينان، وتمنى الجمهور أن يكون هذا الزواج حلم أو تخيلات، وأن يتصالح فريد وسيران مثلما تصالح ميرت وعفرة. To the city streets, we began to feel the fire.